بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، أعزائي المشاهدين، في هذا الدرس الجديد من دروس سلسلة أنشطة مادة التربية المدنية لأقسام السنة الرابعة ابتدائي. ودرسنا لهذا اليوم هو من تراثنا اللامادي التويزة. إذا عزيزي التلميذ، قبل ذلك أريد أن أطرح هذا السؤال: هل سبق لك أن شاركت في عمل تعاوني؟ نعم، هل سبق لك أن شارك في عمل تعاوني؟ نعم، جيد. شاركت مع مجموعة من أشخاص من أفراد الحي لتنظيم حي أيضا في المدرسة. شاركت مع مجموعة من التلاميذ في إنجاز مشروع نهاية المقطع. جيد عزيزي التلميذ، أنجزته مع من؟ مع مجموعة التلاميذ. جيد عزيزي التلميذ، إذا ننتقل إلى أول، نفتح الكتاب في الصفحة 14. عزيزي التلميذ، افتح الكتاب في الصفحة 5 أو الصفحة 14. عزيزي التلميذ، لاحظ الصورة المرافقة للنص، أقرأ وألاحظ. نعم، ماذا تلاحظ؟ مجموعة من الأشخاص. ماذا يفعل هؤلاء الأشخاص؟ يقومون بجمع أو جني الزيتون. يقومون بعمل تعاوني، يتعاونون من أجل جمع مثلا حبات الزيتون المتناثرة والتي هي على الأرض. نعم، جيد عزيزي التلميذ، إذا تابع معي السند، أقرأ وألاحظ. أثناء موسم جني الزيتون، شاهد رضوان مجموعة من الأشخاص في بستان يتعاونون على جمع الثمار، فتقدم منهم وسأل أحدهم عن هذا العمل الجماعي، فأجابه: نساعد بعضنا حتى ننهي العمل في وقت قصير وبأقل جهد. هل تعرف كيف تسمى هذه العملية؟ هل تعرف كيف تسمى هذه؟ عزيزي التلميذ، أين تواجد رضوان؟ إذن كان في البستان. نعم، وماذا شاهد؟ شاهد مجموعة من الأشخاص، تقدم منهم وسألهم. سألهم كما هو مبين في النص. تقدم منهم وسأل أحدهم عن هذا العمل الجماعي. فماذا كانت الإجابة هؤلاء الأشخاص أو أحد الأشخاص؟ ماذا أجابه؟ فأجابه: نساعد بعضنا حتى ننهي هذا العمل في وقت قصير وبأقل جهد. وبأقل جهد. هل تعرف كيف ستسمى هذه العملية؟ سنتعرف عليها عزيزي التلميذ. ذلك قبل ذلك، لاحظ الصور التي هي في الصفحة 14. نبدأ من اليسار. نعم، ماذا تلاحظ؟ مجموعة من الأشخاص يقومون بماذا؟ جني. إنه موسم جني التمور، يتعاونون من أجل جني التمور. جيد عزيزي التلميذ، صورة التي بجانبها. نعم، هي في أي موسم؟ في موسم يبدو أنها في موسم الصيف أو في موسم الحصاد. تحتاج هذه العملية إلى التعاون بين أفراد من أجل مجموعة من الأشخاص من أجل إنهاء العمل في وقت قصير. نعم عزيزي التلميذ، ننتقل إلى الصورة الأخرى. نعم، تلاحظ أن مجموعة من النسوة يقومن بماذا؟ غسل الصوف. إذا هذا العمل، غسل الصوف، هو أمر متعب جدا، ولذلك يتعاوننا من أجل إنهاء هذه العملية. الصورة التي بجانبها أخي التلميذ، تلاحظ مجموعة من النسوة يقومون بتحضير أو كسكس أو تحضير وليمة، وهذه الصورة أظن أنك قد شاهدتها من قبل. إذا لقول الآية الكريمة: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى. إذا تلاحظ بالبر والتقوى، إذا على سورة المائدة. إذا عزيزي التلميذ، هذه الأعمال تحتاج إلى التعاون، تحتاج إلى التعاون لإنهاء العمل في وقت قصير. يعني يوجد بعض الأعمال التي لا يستطيع أن يقوم بها الشخص بمفرده، لذلك تتطلب مساعدة حتى نقوم بأقل
إنهاء العمل بأقل في وقت قصير وبأقل جهد. إذا هذه العملية بما ماذا نسميها؟ نسميها عزيزي التلميذ جيد، نسميها بالتويزر، نسميها بالتويزر. إذا كيف تسمى؟ قلنا تسمى بالتويزر. إذا من الوثيقة واحد والصور عدد مظاهر التويزر. إذا لاحظ معي عزيزي التلميذ الوثيقة أو في الوثيقة رقم واحد تعرفنا على الصور، مختلف الصور هي أعمال يقام بها يتعاون فيها أشخاص من أجل إنهاء العمل في وقت قصير. إذا لاحظ الصورة الثانية أو الوثيقة، نعود إلى الوثيقة اثنين لنتعرف على التويزر. نعم تابع معي الوثيقة الثانية، إذا تابع معي الوثيقة الثانية. التويزر ظاهرة اجتماعية وميزة تضامنية، وميزة تضامنية وعلامة من علامات التعاون التي التعاون في المجتمع الجزائري، لتبقى بذلك مولودا يثبت روح التآزر والتآلف بين أفراد المجتمع الواحد على مدار السنة، وتظهر بشكل جلي خلال موسم الحصاد والدرس وجني الثمار والبناء وتحضير الولائم. إذا عزيزي التلميذ هذه الظاهرة التي قلنا أنها اسمها التويزر موجودة منذ القدم في المجتمع الجزائري، وتظهر جليا في موسم الحصاد، في جني الزيتون، جني الزيتون عفوا، أو جني التمر، أو في غسل الصوف كما لاحظنا، أو في تحضير الولائم. تظهر أن هناك تعاون بين مختلف الأفراد من أجل إنهاء هذا العمل في وقت قصير، وخلال وبأقل جهد، وهي إلى يومنا هذا موجودة. إذن هذه الظاهرة أو هذه التويزر موجودة إلى يومنا هذا، مثلا في تحضير ولائم، مثلا في تنظيف الحي، مثلا تجد تساعد في موسم جني الزيتون، في موسم الحصاد إلى غير ذلك، تجد هذه الظاهرة موجودة وإلى يومنا هذا. إذا التويزر هي عادة حميدة عند المجتمع الجزائري. إذا قلنا التويزر هي عادة حميدة للمجتمع الجزائري وما تزال قائمة إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا لما لها من فوائد عظيمة، فهي تولد بين التآلف والتراحم بين الأفراد المجتمع، وتولد المحبة إلى غير ذلك عزيزي التلميذ. إذا سندون هذه الخلاصة عزيزي التلميذ، سندون هذه الخلاصة على أصل التويزر هي عادة حميدة عند المجتمع الجزائري وتزال قائمة إلى يومنا هذا لما لها من فوائد عظيمة. إذا هذا العمل التعاوني قلنا عنه أنه يدعى أو يسمى بالتويزر، يسمى بالتويزر، وهي ظاهرة اجتماعية وميزة تضامنية، إذا وعلامة من علامات التعاون في المجتمع الجزائري عزيزي التلميذ لما لها من فوائد عظيمة. إذا عزيزي التلميذ بعد هذه الخلاصة ننتقل إلى أنجز. عزيزي التلميذ أنجز هي على النحو آتي: أنقل ثم أضع دائرة حول العمل الذي يحتاج إلى التويزر، فتح طريق قطع بسبب تراكم الثلوج، بناء منزل لأحد سكان القرية، إنجاز واجب منزلي في الرياضيات، تحضير وليمة في عرس أحد الجيران. إذا التويزر قلنا عزيزي التلميذ هي عادة حميدة، أذكر أيضا تميز بها موجودة منذ القديم في المجتمع الجزائري، ما تزال قائمة إلى يومنا هذا ولها فوائد عظيمة عزيزي التلميذ. إذا نعود إلى أنجز. من بين
العبارات التالية: هناك من يحتاج إلى التويزا أي العمل التعاوني، وهناك من لا يحتاج. إذا سنحدد أي العبارات تحتاج إلى التويزا وأيها الذي من بين هذه العبارات لا يحتاج. إذا فتح طريق قطع بسبب تراكم الثلوج، أي طريق عندما يقطع بسبب تراكم الثلوج، هل يحتاج إلى التويزا أو هل يحتاج إلى هذا العمل التعاوني؟ نعم عزيزتي، جيد، يحتاج إلى عمل تعاوني. إذا سنضعه في دائرة، ما هو؟ جيد، هذا العمل يحتاج إلى التويزا. بناء منزل لأحد سكان القرية، هل هذا العمل يقوم به مجموعة أم يقوم به شخص واحد أو عدة أشخاص؟ جيد، إذا هو عمل يحتاج إلى التويزا. إذا هذا العمل أيضا يحتاج إلى التويزا. نعم، العمل الثاني نضع حوله دائرة. إذا هذا العمل يحتاج للتويزا. ننتقل إلى إنجاز واجب منزلي في الرياضيات. إنجاز واجب أو إنجاز واجب في الرياضيات، هل هذا الواجب يحتاج إلى عمل تعاوني؟ هل تنجز واجب يعطيه لك الأستاذ من المفروض أن تنجزه بمفردك؟ هل تنجزه مع مجموعة من الأشخاص أو في العائلة مجموعة من الأشخاص؟ لا، إذا الواجب المنزلي عزيزي التلميذ هو عمل ينجزه فرد واحد، إذا هذا العمل لا يحتاج إلى التويزا عزيزي التلميذ. إذا هذا العمل وليمة في عرس أحد الجيران، إذا هذه تحضير هذه الوليمة تحتاج إلى العمل التعاوني أو تحتاج إلى التويزا. إذا عزيزي التلميذ قد حددنا العبارات التي تحتاج إلى التويزا والعبارات التي لا تحتاج إلى التويزا. إذا كنشاط سيبقى كواجب لكم عزيزي التلميذ هو أدمجوا تعلماتي في الصفحة 14، وظف ما عرفته، وظف التراث المادي واللامادي في فقرة بسيطة عزيزي التلميذ. إذا هذا الواجب أنجزه عزيزي التلميذ. عزيزي التلميذ نكتفي بهذا القدر، لنا لقاء في دروس أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.